السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة البرتغال في ليبيا أو رقم السفارة البرتغالية في ليبيا. رقم التليفون هو 00-218-213-621-355-2. يبقى تاني، رقم سفارة البرتغال في ليبيا أو رقم السفارة البرتغالية في ليبيا 00-218-213-621-355-2. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.